يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه أنه كان يقول: كنا نعيش برهة نظن أن قول الله عز وجل ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أنها فينا وأهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، حتى عشنا، أي عمرنا حياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت بعضنا يضرب بعضا بالسيف فعلمت أنها نزلت فينا، وكنا قبل نقول ديننا واحد ونبينا واحد ففيما نختصم، هذه نزلت فينا وفي أهل الكتابين. فلما عمر وأدرك الفتن التي وقعت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: فعلمت أن هذه الآية نزلت فينا، والله عز وجل إذا أراد أن يحفظ أعمال عبد حفظه من الفتن لا يخوض فيها. وفي الحديث الشريف: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. لكن ضعفاء الناس ودعاة الفتنة غالبا لا يتركون الناس على صمت، وإنما يحاول أن يغويك إذا غوي، لكن العاقل الحصيف الخائف على عمله أن يحبط وعلى حسناته أن تذهب لا يخوض في الفتن ولا يتكلم فيها إلا إذا كان من أهل العلم الكبار الذين لا يملكون العصمة، لا يملكون القدرة على أن يسكتوا، فالناس تبع لهم، فيتكلمون بما يجمع الله به الكلمة، ويوحد الله به الصف، ويجمع الله به أهل الإيمان، ويؤلف الله عز وجل به القلوب، فتكون الكلمات نافعات جليلات ينتئم بها شمل أهل الإسلام، وتأتلف قلوبهم، ويتوحد كلمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يدعو إلى الفتنة.